والسلام عليكم، مساكم الله بالخير والنور والسرور. وسؤال من تويتر: الفورد برونكو وما أدراك ما البرونكو؟ من أقوى السيارات اللي تم الإعلان عنها في السنة هذه، ويمكن سويت عليها بودكاست فيديو كذا سريع عن السيارة وتاريخها وكيف جات وليش جات والأنواع وهلما جرب، وأسئلة مليون سؤال جت على السيارة هذه أصلا قبل لا أن السيارة توصل. هل أنصح فيها ما أنصح فيها؟ الوكيل يوفر بعض الفئات ما وفر الفئات الثانية؟ المحركات اللي تنزل على السيارة، هل أنتظر هل آخذ؟ هل آخذها ولا آخذ الجيب الرانجلر؟ رد الجيب عليهم. يعني صراحة أسئلة وأمور معقدة وشائكة. مبدئيا أنا من الناس اللي يقول البطة ثبات، لا تستعجل. في ناس يقول لك أنا أول واحد شريت السيارة هذه في الكويت، في السعودية، في الإمارات، وهنا ما جرى. وهذول غالبا الناس اللي الفلوس ما بقول إنها ما تهمه، أكيد الفلوس تهمه، ولا ما كان صار غني ويقدر إنه يشتري سيارة غالية. تهم الفلوس، بس اللي همه أكثر إن أنا هنا أنا أول واحد شرى. زي مرة المرات واحد شرى جهاز نوكيا أيام زمان، أول ما نزل الظاهر كانت قيمته يمكن 50,000 ريال أو حاجة زي كذا، الكوميونيكيتر. يعني الجهاز قيمته تقريبا 4,000 أو 5,000 ريال سعودي، 400 دينار. هذاك شراب تقريبا 10 أضعاف قيمته. ليش؟ عشان يقول أنا أول واحد شرى. إذا أنت من النوع هذا ما أقدر أفتيك. ليش أنا أقول البطة ثبات؟ السيارة سيارة جديدة، والآن الفورد تبغى تجس النبض. يعني أوريدي أخذت من بعض الناس داون بيمنت، ويبغون يشوفون الوضع، وانبسطوا على موضوع الرابتر والرينجر اللي نزل بعده، ونزلوا منه مثلا رابتر نفس الشيء حسب الأخبار اللي الكل شافها. يعني ما هي بخشني وخشك، البرونكو راح ينزل منه فئة تكون الرابتر، راح تاخذ مكينة أكبر، الله أعلم هل تاخذ 8 سلندر أو تاخذ 3.5 المحرك نفس اللي موجود على الرابتر الحالي أو الجي تي، أو هل ممكن ينزلون عليها يكونوا مجانين وينزلون عليها مثلا المكينة اللي موجودة في الجي تي 500 الموستنج السوبر تشارج. في أمور كثير. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، السيارة أكيد أنه بينزل في البداية منها فئات معينة ومحددة، وقد تكون already sold out. احتمال أنه يكون فيها defective أو مشاكل تصنيع مبدئيا، قد تكون بعض الأوبشنز ما هي متوفرة، قد تكون بعض الأوبشنز ما هي واضحة للجميع. يعني في أوبشنز ممكن داخل المدينة ما تحتاجها مثلا، ولكن في البر تحتاجها مثلا كوسيلة من وسائل الراحة، زي موضوع مثلا السوينج بار اللي موجود فيه اللي يكون أوبشن. أهميته أنه يخليك السيارة بدل ما كفر أو واحد من الكفرات والتوالي أنه يكون معلق، أنه ينزل بحيث أنه يلامس الأرض، فيكون عندك جراوند تاتش مثل ما حقي البر يعرفون. كل ما تكون الكفرات أو التوائر ملامسة الأرض يكون عندك احتكاك أفضل، تقدر السيارة أنك تطلعها بأريحية. أسوأ شيء أنه يكون عندك واحد من الكفرات أو التوائر أنه يكون معلق فوق. الرنجات، الجنوط بيكون منها أنواع كثير. الكفرات تكون 35 إنش، 33 إنش، وهلما جرى. فالأفضل دائما التأني، خلي السيارة توصل وشوفها على الطبيعة. شوف الجنط أو الكفر أو التاير 33 إنش، شوف 35 إنش، ممكن فيما بعد ينزل الله أعلم 37، ما تدري الهامر نزله شيء كبير، فممكن البرونكو أنها تنافس والرابتر الجديد. خليك تشوف السيارة حجمها الطبيعي. من اللي شفناه بالفيديوهات السيارة حجمها كبير جدا مقارنة في الرانجلر، حتى الروبيكم أكبر منه بشكل كبير.
تشوف وضعية الأربع أبواب أو البابين. أنا شخصيا سواء في الرانجلر أو في الروبيكن، عفوا في البرونكو، صراحة أفضل البابين وليس الأربع أبواب. طبعا كسيارة للبر عندك إمكانياتها في البر بتكون أفضل بكثير من الأربع أبواب. الأربع أبواب تحسها شوي كأنك بتشيل ركاب معك أكثر، صح أنها أكبر، ولكل واحدة بروز وكونز، يعني إيجابيات وسلبيات. يعني إيجابيات البابين في البر ما شاء الله جبار، ممكن انك تضطر انك تاخذ التانك الصغير، هذه واحده من المشاكل اللي موجوده في الربع، ولكن الطويل بيكون افضل كثبات في المدينه او على الطرق السريعه بحكم انه يكون اطول شوي. نفس الشيء يبغالك انك تجرب السياره، ربما الارقام تغريك الى حد ما ان السياره 2.7 ما راح اتكلم على 4 سلندر لانه بيكون جدا ضعيف حتى لو كان تيربو، 2.7 و 300 وشيء حصان و و و زي كذا، بس لما تجرب السيارة تحس انها بطة ضعيفة شوي. الرانجلر اخف اصغر، تحس ان فزتها الى حد ما بتكون افضل لان اصغر واخف، اللهم صل على رسول الله، وتنفس طبيعي فالاستجابة فيه بتكون جدا سريعة. تجربة السيارة مهمة، ممكن ان كل شيء فيها ما شاء الله ولا غلطة، بس تشتري السيارة على عماها بعدين تجي تسوق تنصدم ان السيارة بتكون ضعيفة. وممكن في اشخاص متعود، يعني تلقى في واحد راكب برادو 4 سلندر ماكينة الهايلكس ومبسوط ومرتاح، يقول انا ما احتاج اكثر من 200 حصان، ما احتاج، انا ما تعدى اصلا المية. فنصيحتي للاشخاص اللي ميزانيته مثلا محدودة او انه شخص يبغى يشتري ويستخدم، لا تستعجل، حاول انك تصبر شوي لما السيارة تكون متوفرة وتاخذ الشيء اللي انت تبيه. انا ما انصح انك تشتري من برا بغض النظر عن الوكيل، اعتقد الان في السعودية عندك اكثر من وكيل، عندك الجزيرة، عندك نفس الشيء الناغي موجود في الغربية والجنوبية، مع اني سمعت ان خدمته مش ولا بد، ما سمعت شيء جديد صراحة. يعني البي ام احلى سيارة في العالم ووكيلها احلى وكيل في العالم. المهم جايهم فيديو ان شاء الله، فالفكرة انك تصبر وتقارن بينها وبين الرانجلر. الشخص اللي يبغى يقول انا اول واحد، انا انصحك في موديلات الفيرست اديشن او اللاونش اديشن. قبل ما انسى، بما اني قلت الرد الرانجلر او الجيب عليهم، كان ردهم خلينا نقول المبدئي ان نزلوا الجيب الرانجلر بالثمانية سلندر، كانت هذه حمست الكثير، يقول لك أخيرا أقدر أخذ الجيب الرانجلر ثمانية سلندر، أقدر أني فعلا أنافس فيه في عالم السيارات حقة الفور باي فور. ولكن أنا ما أعتقد أن هذا الرد النهائي للجيب. أنا أتوقع أن خلال فترة وجيزة راح نشوف رد قوي جدا من الجيب. لو بنفكر في العلامة، علامة الجيب تعتبر أقوى في الماركت من الفورد برونكو، لذلك حط الشيء هذا في الحسبان. في أشخاص عارف وش اللي بيشتري، فإذا الشخص اللي بيقول أنا أبغى الفورد، بالعكس أنا عندي رابتر وأبغى البرونكو، يا سلام عليك انطلب. شخص عنده الجيب يقول والله لا، دام انه نزل برونكو اكبر وحركات البر فيه امكانياته اقوى، بروح للبرونكو. بعدين سنة سنتين يتفاجأ، لان خصوصا سعر السيارة بيكون جدا غالي، سنة سنتين بعدين يتفاجأ والله الجيب نزلت فئة او نزلت لك جيب رانجلر جديد بالكامل، زي ما نزلت الآن الجيب الشروكي أو الجراند شروكي شكل جديد بالكامل. فمتوقع ممكن تنزل رانجلر كرد اعتبار لها، ممكن تنزل شيء قوي. الجي ام ممكن ترجع تنافس وتنزل البليزر، فراح يكون في صراع خلنا نقول العضلات الأمريكية
او خلنا نقول الكاوبويز بيتصارعون جنرال موتورز على فورد على الجيب، من اللي يبغى على الاقل يمسك زباينه له؟ فخلك مستعد للمعركة هذه، اذا انك تعشق براند معين انت كذا ريحت نفسك. ممكن في الجيب ممكن تنتظر، او ممكن انك تاخذ الثمانية سلندر اللي راح ينزل، وجدا مميز وروعة، وحجم السيارة جدا ممتاز داخل المدينة. فورد عشاقها، والرابتر اكيد، الجي ام جنرال موتورز صح انها خيبت امالهم جدا وتو ماتش، يعني حتى الافالنش اللي كان لها عشاق وقفوه ما ادري ليش، والبليزر ما ادري ليش، ولكن توقع انه بيكون فيه حرب ضروس. حاول انك تكون جاهز للحرب هذه وتختار السلاح الصح. ولا تنسى او لا تنسون ازمه الشيبس حقت الكمبيوترات حقت السيارات اللي اثرت على كل الشركات، مو بس فورد اللي قد توقف الانتاج، مو بس البرونكو، في سيارات كثيره راح توقف الانتاج. ممكن يكون في ازمه في القريب العاجل، ولكن اعتقد ان في سيارات اوريدي تجمعت من فتره الكورونا، فاذا فيكم في ازمه ممكن تكون ازمه مؤقته، قد تكون ازمه مفتعله، فممكن يكون في ازمه. لذلك برضه من فوائد البطا ثبات ان خلي الازمه تعدي، وبعد الازمه هذه ممكن الامور ترجع الى طبيعتها. فتاثير الشرائح الإلكترونية هذا راح يأثر على جميع الشركات اللي تصنع السيارات على مستوى العالم.